إيجاد حل لقضية المعتصمين، مطلبنا التعيين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم ومشاركة أصواتكم بالمواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. فقناة الرافدين تحييكم أجمل تحية مشاهدينا، وتنوه للسادة المشاهدين أنه عندها تردد جديد. تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، أكرره 10727 على مدار القمر نايلسات. فأتمنى من جميع السادة المشاهدين أنه يدخلون هذا التردد على أجهزة الاستقبال الخاصة عندهم حتى نظل مستمرين وياهم 24 على 24. أي شخص داخل العراق وخارج العراق و كل متابع لنا على وجه الأرض يقدر يتصل ببرنامج صوتكم على الأرقام اللي تشوفوها أسفل الشاشة. عندكم الأرقام الثلاثة تشوفوها هنا مخصصة إلى داخل وخارج العراق، أيضا عندنا أرقام أخرى تقدرون تتصلون بها بأي وقت. هذا الرقم غير مخصص للاتصال، هذا الرقم فقط للرسائل الصوتية. فرقم الواتساب لا حد يزعل علينا، ما نقدر نستقبل به مكالمة صوتية، وأكو ناس يقولون ليش ما تجاوبونا وأنتوا ما تجاوبون أحد، فلا تزعلون، فقط للرسائل كتبونا رسالة اسمكم مكانكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة. أما ذني رقمين، ذني إلى داخل العراق من زاخو إلى الفا، وتقدرون تتصلون بينا بأي وقت من وقت البرنامج وبأي دقيقة من دقائق هذه الحلقة ونسمع رأيكم. مشاهدينا الكرام، ثورة تشرين سبقتها تظاهرات، سبقتها اعتصامات، سبقتها انتفاضة للمحافظات المنتفضة، سبقتها هواية أشياء. احنا من 2003 لليوم العراق منتهي، من 2003 لليوم العراق ما بي شيء مريح، من 2003 لليوم العراق في انحدار. إذا تحطه في مقارنة راح تشوف ان المستوى بالعراق ده ينزل، وده ينزل تحت الصفر. حقوق ماكو، رواتب ماكو، مواطنة ماكو، صحة ماكو، زراعة ماكو، تربية ماكو، حكينا عليها هواية. لكن من يطلعون نستذكر إبراهيم الجعفري من قال حكومة ملائكية واحنا ما عندنا انتهاكات لحقوق الإنسان، ويطلعون هم ويبرؤون المجرمين وساحات المجرمين أمام القضاء، واللي ينفذ مجزرة مثل مجزرة جامع سارية أو مصعب يطلع من الحبس لأنه حصل براءة من القضاء، وأكو تسجيلات مصورة. فنكتشف مثل ما صار البارحة أكو مقبرة جماعية، مقبرة جماعية. المقبرة موجودة محافظة صلاح الدين بالصقلاوية أتصور، أي عفوا بالإسحاقي، عفوا في ناحية الإسحاقي أكو مقبرة جماعية بمحافظة صلاح الدين، وأكو مراكز للطالب بالتحقيق. يعني مثلا مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب الأمم المتحدة بإرسال لجنة دولية مستقلة لتحديد مصير ضحايا الإخفاء القسري بالعراق، وأضيف أنه سيطلع الجهات الدولية المختصة بالتفاصيل التي وصلته مؤخرا بخصوص المقبرة الجماعية اللي اكتشفت في محافظة صلاح الدين واللي تضم رفات العشرات من الضحايا من المغيبين قسريا. هذا مركز جنيف الدولي للعدالة. المتحدث باسم مجلس أعيان وشخصيات العراق وصلاح الدين طامي المجمعي اتهم الميليشيات المسيطرة على ناحية الإسحاقي بالوقوف وراء اختفاء العشرات من المدنيين وتغييبهم قسريا. المرصد العراقي للحقوق والحريات يقول أن الانتهاكات التي ارتكبت أثناء المعارك ضد تنظيم داعش تعتبر مخالفة للقانون الدولي وتندرج ضمن عمليات التطهير العرقي وجرائم الحرب. فإذا هسه نريد نسأل سؤال واحد، هم مو جوي
دير يعني يرسون مبادئ الديمقراطية بالعراق؟ ذولا والمحتلين اللي هم ذولا جوي وياهم على ظهر الدبابة الأمريكية جوي، هم مو جوي حتى الشعب العراقي يعيش برفاهية؟ فهل الرفاهية اللي أنتوا وعدتوا بها الشعب العراقي هي مقابر جماعية، هي مخبر سري، هي اعتقالات وبدون أمر قضائي وبدون حق، هي اتهام للناس بالباطل، هي الحصول على اعترافات نتيجة التعذيب والضرب والكتل واللي دا يصير بالسجون، هي اعدامات بالجملة لأناس أبرياء اعترفوا على أنفسهم نتيجة التعذيب وصار اللي صار، هي تبعدون الأهالي عن ولدهم المعتقلين و 99% و 9% منهم أبرياء، والمجرم يطلع ويسرح يمرح وشايل سلاحه ويهدد ويخطف ويقتل وما حد يحكي؟ هل الديمقراطية لما يطلع المواطن العراقي حسب ما كفل الدستور أنه من حق المواطن العراقي أن يعبر عن رأيه، لما يطلع في تظاهر ينضرب قنبلة دخانية غير مخصصة للاستخدام المدني ومخصصة للاستخدام العسكري وتسبب تشوهات وتعوقات وأدت في كثير من الأحيان إلى الوفاة؟ هل الديمقراطية اللي وعدت بها الشعب العراقي لما يطلع واحد ويقول هذا الظرف ما يعجبني ينضرب بطلقة من الشرطة أو من الميليشيات ويموت؟ هل الديمقراطية أنه المدارس مالتنا ترجع طينية؟ كان التعليم بالعراق معترف به بكل العالم، كان التعليم معتبر، كان التعليم إلى 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 رزانة ومكانة ورصانة بالعالم، وكانت جامعة بغداد لها رقم متقدم بين الجامعات، وصلت في مرحلة من المراحل رقمها 7 عالميا، يعني 7 جامعة بالعالم تعطي شهادات. شوفوا حال التعليم اليوم. ذاك اليوم ببرنامج صوتكم طلعناها، كتب المدرسية بالحمامات بالتواليتات، عذرا من الكلمة. فاليوم طلعوا مقبرة جماعية. أرد أسأل سؤال واحد، منو شنو ليش؟ منو اللي بيها؟ شنو السبب اللي صارت بهاي المقبرة؟ وليش ما لحد الآن واحد من السياسيين أو المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين والتشريعيين حرك ولو ربع شخطة قلم بخصوص هاي المقبرة واللي طلعن قبلها؟ وش وقت، ايش وقت لما يعني ايش وقت ذول السياسيين يحسون بالناس؟ هاي الصور اللي تطلع هي هذا حال العراق. ميسون من بغداد، حياك الله يا ميسون. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. وياك ميسون من بغداد. والنعم منك ومن أهالي بغداد. أنا عندي أخويا محتفل. نعم. خذوه من 2014. نعم. اي خذوا، احنا مهجرين من منطقة ابراهيم بن علي. نعم. تهجرنا للشيحة يم مسقط تموت. نعم. اي قاموا يفترون اللواء 24. نعم. ويفترون على يجون مهجرين، انا اخويا بريء كل شيء ما عنده. خذوا هو وسبعة وياهم من نفس منطقة الشيعة الساعة 12 بالليل برمضان. زين اختي عزيزه، قلتي اخذوه بال2014، راجعتوا عن سالتوا عليه تهموا حكموا؟ ما خلينا حتى يعني ورا اسبوع رحنا نفس اللواء الخذا لواء 24 بالحصوه. نعم. اي الخذو رحنا عليهم قلنا لهم عيني تجيت الساعه بال12 سنه 2014 بتاريخ 5/7/5. نعم. وخذيته اخويا وين وديته، ورحنا دقينا، وحتى يعني والدتي طبت على نفسي اللي هو المسؤول على
طبت على عميد علي وهو الخذائج خذاء الضابط علي طالب نعرفه احنا حتى يعني دائما هو يطلع مداهمات وهي حتى نعرفه احنا علي طالب حتى هو اخوي ايش قال لها يمه لا تخافين هذا علي طالب النوبة خذانة وهدنة وراحت امه دقت حاسبه وهاي يقولون ما جابوا علي قاعد يابا تم خذيته اخوي الساعة 12 بالليل قعدتوه من النوم حتى هو بكتها مريض خذيتوه وين وديتوه خذيتوه وين وديتوه اخوي وهسه هاي صار لاخوي صار لنا شقد ما خلينا لا المطار بغداد لا خلينا مال التاجي يعني ما خلينا حتى الهاي وين يعني يعني حتى ندق حاسبه ما موجود وحتى ايوه حتى يعني خذوا معتقلين وياه والمعتقلين امي راحت خذت صورته قالها والله حجيه هذا انا شفته بالمطار وزينته اي وهسه احنا نروح مدق حاسبه تحط محامي ما موجود يابا وديته اخويا وين ميت طولنا اياه عايش دلونا علي ليش عفتوا هسه مرته وبنات اربعه برقبته وين وديته يعني احنا شنو ذنبنا يعني شف واحد يتهجر يعني احنا ننظلم حالنا حال يعني سوا واحنا شنو ذنبنا نعم وهو هو يعني هو بس هذا الاخ عندنا هو بس هذا الوحيد هو لامه على بنات اثنين وفقير يعني من اهل الله لو تشوفه والله يعني شو اقول لك يعني البيت خوال يعني هيك ما يطلع ولا يروح فقير فرد نوب من جيت وخذيتوه بال 12 والله انتم مهجرين يعني واذا تهجرنا احنا شنو ذنبنا؟ اي فاحنا اريد اناشد من حسب قناتكم وما دائما اتابع قناتكم وشفت يعني هواي يعني جاي يحجون على المعتقلين وهاي فقلت بلكت الله على الله وعليكم تتواسطونا ويا بالدولة ويا يعني سياسيين وهاي بس اريد نعرف هسه هو وين مصيره وين يعني حتى عافوا بناته اربعة يعني شنو ذنبهم هذني نعم شنو ذنبهم نعم اي شنو ذنبهم يلا هسه اربع بنات ما يعرفون مصير ابوهن وين يعني هاي شك واحد مهجر ياخذونه شك واحد مهجر ياخذونه يعني احنا شنو ذنبنا يعني ولد الناس الابرياء توقع بيها واللي يلعبون ويقتلون ويسلبون يمشون بطولهم نعم اي يمشون بطولهم والولد الابرياء ولد المظلومه واقعين بيها وهواي انا اقول لك هواي من السجناء هواي عالم مظلومه وهواي عالم يعني هيك حاكمينها ظلم اللي حاكمين اعدام ظلم واللي حاكمين مؤبد ظلم هواي انا اقول لك يمشون على المخبر السري وعلى العملاء وعلى هاي ولد الابرياء واقع بيها انا اقول لك ياخذون فلوس يقبضون نعم براس الروس الابرياء نعم شكرا لك اخت ميسون سعد من الكويت حياك الله يا سعد يا استاذ سلام عليكم وشكرا لك وشكرا للبرنامج اولا ندين تكميم افواه ولكل انسان ان يعبر عن رايه وفقا للمبادئ والقيم الانسانيه أستاذي أولاً نصف المجتمع يريد أمن وأمان في كل موقع ومكان وكذلك أيضاً أستاذي المقابر الجماعية لا يجوز ومسؤولية البرلمان والحكومة ولكن يا أستاذ من هو المختطف القصري أين مصير فئة المقيبون يجب أن يطلع السيد السيستاني ورئيس الحكومة والبرلمان يوضح للمجتمع هذه الأمور يا أستاذ نعم. أيضا أنت قلت يا أستاذ ما به شيء العراق لا العراق به خيرات به مليارات به سلم به نشامة ومليارات تسر الناظرين وآخر الكلام يا أستاذ يجب محاسبة قانونية البلطجي والمتعاطي ومحاسبة يعني قانونية من البرلمان والحكومة مثل طريقة إتلاف مال الغير يا أستاذي والحدث والأحداث يا أستاذ يجب محاسبة كل من يعتدي على الآخر وعلى الأبرياء وتحيي لك للبرنامج شكرا لك أخ سعد بس أكو نقطة أريدك تسمعها من عندي يبدو أنه أنت فهمتني غلط من قلة العراق ما بشي اسمعوا وياي العراق تربع على عرش تصدير التمور إلى العالم 30 وأكثر
30 سنة، 3 عقود وأكثر. أما اليوم العراق ما بي نخلة تنتج تمر وتصدر لي برا، والعراق يستورد التمور من إيران ومن غيرها. العراق كان ينافس السعودية في تصدير النفط واليوم رجع لي ورا. العراق كان عنده صناعة متكاملة وكانت عنده زراعة واليوم الزراعة متوقفة. واليوم المزارع اللي موجودة بالعراق معدودة على أصابع، ومحاصيل الشلب وتمن العنبر اللي كان العراق يصدرها للخارج اليوم وقفت. والتربية اللي هي المدارس والجامعات همينا اليوم منتهية. فإحنا هذا اللي قلناه ما بشي. إحنا نعرف العراق مليان خيرات، لكن يا سيدي العزيز أستاذ سعد، خيرات العراق من 2003 لليوم مدى يتنعم بها عراقي. ليش؟ لأنه اللي يحكمون هذا البلد يشيلوها ويطوها لإيران وغير إيران. أبو علي من واسط، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير حضرتك الجمهور الرافدين. حقيقة أنا كما يعني أزيد على كلامك أنت ما قصرت، أنه العراق الآن يمتلك أفضل ثروة موجودة في العالم وهو الشعب وعدد السكان، لكن للأسف هؤلاء الأشخاص لم يستغلون. اليوم فئة الشباب بالعراق تمثل حوالي أكثر من 60% من الشعب العراقي، و60% هاي 80 أو 90% من عندهم عاطلين، وأغلبيتهم اليوم قمعوا بالتظاهرات وكذلك المقابر اللي حضرتكم اليوم برنامجكم عليها. العراق يعني عوفنا من النفط وعوفنا من الزراعة. العراق اليوم إذا يريد يفتح، يعني إذا أكو أحد يستثمر العراق وعندنا سياسة عراقية بحتة 100%، العراق ما يحتاج أحد يجي يشتغل عنده. العراق يقدر ينهض بنفسه بشعبه هو. يعني ممكن العراق باكي يصير أنه الشعب الموجودين هذا ما يكفي الاستثمار وتجي ناس تشتغل ويانا، ما تشتغل عندنا. الشعب العراقي عنده الحمد لله الثروة الموجودة، العقلية الموجودة، والآن أعتقد دول أوروبا ودول الخليج كلها تشهد أنه العقل العراقي، الفكر العراقي، الثقافة العراقية بنت مجتمعات. بأوروبا أغلبية المستشفيات يعني إذا مو مدراءها هم الأطباء الرئيسيين بهم عراقيين. اليوم يعني زها حديث الله يرحمها معروفة شنو سوت بالعالم، بينما العراق أساسا يعني ما أجى حتى كرمها، حتى تكريم ما كرمها. هذا لأن اليوم إحنا نتكلم عن سياسة بلد موجودة حاليا ما يدونها عراقيين. يمكن هم حملوا الجنسية العراقية، لكن للأسف هم مو عراقيين أصل، مو عراقيين منبع، مو عراقيين فكر. والدليل اليوم المقابر الجماعية، لأن هذه المقابر الجماعية يعني الدولة فتحت يعني تحقيق نزيه حتى تشوف من اللي قتلهم، شلون انقتلوا، وشنو ملابسات الحادث. يعني هؤلاء الأشخاص اللي احنا نسميهم شهداء، أيا كان تسميته وأيا كان صنفه وأيا كان مذهبه، هم شهداء لأنهم ناس مغدورين، هم انخطفوا، الخطوة من قبل ميليشيات موجودة. اليوم عندنا سلاح منفلت يقتل بالشعب، السلاح المنفلت هذا مو بس نهب الثروات، لا، أكبر يعني ثروة موجودة بالعراق هو اليوم جاي يقتلها. لكن احنا اليوم نقول عمل العراق للشباب الموجودين حاليا بالعراق إن شاء الله هم اللي يعيدون أمجاد العراق، هم اللي يعيدون شرف العراق من جديد مرة ثانية. وأنا أشكرك كثير على شكرا لك أبو علي. أبو طه من بغداد، حياك الله يا أبو طه. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفل، بالنسبة للمقبرة الجماعية اللي قوها اليوم بالإسحاقي، نعم، إحنا نعتبر المغدورين كلهم هم الشهداء، لأنه كل واحد ينغدر وهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. بس إحنا عتبنا على الحكومة وعلى رئيسها اللي يسمى بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، من نطانا وعود وقال راح تكشف قتلة المتظاهرين والمختطفين وغيرها وغيرها وغيرها. شنو اللي قدمه مصطفى الكاظمي من ذاكم لليوم هذا؟ بس هاي الصور قدامه بالتلفزيون والأخبار، وأنا متأكد 100% قناتكم الوحيدة اللي هم يستمعوا لها بأنه تنقل معاناة الشعب العراقي. فكل الزين يستمعون لهاي القناة، ما ادري شوفها
مصطفى الكاظمي لو شاف المقبرة الجماعية شنو ذنبهم ذولا؟ ما عندهم عوائل، أطفال ما عندهم، ما عندهم أمهات، أبهات، أخوة، خوات، شو يقولون رب العالمين باكر؟ شنو القتل هذا؟ شنو اللي الجرم اللي سووه هاي الناس الأبرياء؟ ينقتلون ويندفنون، من المسؤول عن هاي الأوضاع اللي تصير في العراق؟ ميليشيات قاعد تلعب لعب بالعراق وعلى علم الحكومة وعلم رئيس الوزراء زين، وما يقدر يفتح أي موضوع وياهم، يطبون للعالم يستلطفوهم ويأخذوهم يوم يومين لقوم مقتول. منو قتله؟ راح نشكل لجنة، معناته نشكل لجنة انتهى الموضوع، ينسي تشكيل اللجنة، ينسي لأنه احنا مليلة من هاي الوعود حشاك الكاذبة الذي أوعدونا بها من سنة 2003 لحد الآن. مرة يطلعون الميزانية، مرة يطلعون النفط، مرة يطلعون أسأل المقابر الجماعية شنو ذنبهم؟ يعني هي الإسحاقي شوية الإسحاقي محطة مع البث سوى وعيادة شعبية شبيه الإسحاقي، بس هم جايين انتقام من أهل السنة. يعني ما نريد نتطرق سنة وشيعة، بس هم دا يجبرونا أن نتطرق لهذا الشيء، انتقام من أهل السنة. دا يطلبون السنة، دا يطلبون مسار ما الثمانينات وهاي الوضعية دا شوفها قدامنا، القتلة والأوضاع التعبانة، وين الحكومة، وين لجنة حقوق الإنسان؟ هسه المفروض إلى الكاظمي عنده ذرة من الوطنية زين من هاللحظة هاي أما يطلع القتل أما يستقيل، وعيب عليه يبقى بالمنصب ويسمي اسمه القائد العام للقوات المسلحة، عيب عليه ومخازي قدام كل دول العالم. أنت عندك يشوف بلدك ويسمي حقوقك القائد العام للقوات المسلحة، والله ما أبقى بهالمنصب هذا لو يفلكوني من ذهب، بأنه ولد الشعب ده ينكتلون وأنا أتفرج عليهم وأنطي وعود كاذبة؟ شنو الوضعية هاي اللي نعيش بها أستاذ أفل؟ شنو الوضعية؟ شنو الميليشيات تروح وتجي من إيران ومن كذا وما أعرف شنو ولايات الفقيه وما أعرف؟ يا أخي سوي لك حال، إلزم الحدود، اكشف عن قتلت 13 متظاهرين، قول يا بهاي الجهة قتلتهم حتى نقول والله كاظم مقدم انجاز. شد الانجاز قدمه؟ وعود؟ اوعدك كل واحد واديك يا كمون، كل شيء ماكو حرام بالحرم من السلم لحد الان، من اسوأ الى اسوأ. نعم. شنو اللي قدمنا يا كاظمي؟ الحصه التموينيه وينها؟ الكهرباء وينها؟ الصناعه وينها؟ كل شيء مقدم وده يصرفون بهالفلوس هاي وزارة التجارة وزارة الصناعة والوزارتين عاطلة عن العمل. ليش أصرف الفلوس؟ أطل الفقراء، أطل اليتامى، الأرامل، ليش أصرف هالمبالغ هاي وأطل النشالة الحرامية ذولة؟ نعم. اللي الله جابنا يوم هذا منين أمنين ذبهم علينا؟ خلي يفكرون شوية، خلي يفكرون يقولون أكو شعب. يعني إحنا اليوم صنفنا أسوأ دولة بالعالم، يعني العراق أسوأ دولة بالعالم، اللي كان العراق أعظم دولة للعالم والعظمة لله، كل دول العالم تحترمنا وتهاب من اسم العراق. هسه اسم العراق يجي يصير أسوأ دولة بالعالم من جت هاي الحكومة لحد الآن، صرنا أسوأ دولة بالعالم. نعم. وإحنا كانت كل الدول العربية والأجنبية يخافون من اسم العراق. مع الأسف والله أستاذ أفل، مع كل الأسف إحنا نوصل لهاي الوضعية التعبانة. نعم. شكرا 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 لك ابو طه. محمد من هولندا حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياكم الشريف. بس التعقب على المنتصر قبل شوي يقول هم جو يتقبل من السنه. هاي المسميات. نعم. هم جو يتقبل من الشعب العراقي كله سنه وشيعة. بس اذا امكن اخ محمد، اكو عندك مشكله بالصوت لان الصوت ضعيف جدا.
أخ محمد الصوت عندك جدا جدا ضعيف، أعتذر منك، أرجو أن تعاود الاتصال مرة ثانية بالقناة حتى نقدر نسمعك نعم واضح الصوت. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لكم. طالنا 15 سنة نعاني، لو مربينا طفل هم صار وهم لزم الدولة. يا حكومة المو جميلة، يم حجاب بقى سرير المرضى ويغطي الجديلة، يم دماغ الفارغ وناقص علم، ماكو غير الشنه ما عدنا زلم. يا حكومة اشقد حقيرة اشقد فطيرة، ما دريتوا ولا سمحتي كل جمال القائد بصحوة الضميرة، وهم شرط بالقصة صغيرة، وانت دولة وعدها جرعة لكن ولا قطرة غيرة. يا حكومة المهزلة الشعب بيشكله وبطلك للنستلة، عمي يا نستلة انتوا والويات كلكم اغبياء، ليش غشيتوا شعب كله برياء وناس فقرة، ومن جيتوا كان ظنها انبياء، وكان واحدكم حمامة وكان من يمشي امامة ومرتدب راس الاعمامة، تار جنسيتين عندكم والقبر كون اللي بكم، طاع حظكم وين وصلتوا العراق، وين يلكلكم نفاق، هاي بيريتي بعدهي وعنده موجود النطاق، ومن نقوم تصير ثورة وثورة الجوعان خطرة، العامل من يضيح صبره والفلح عندها مناجل وتنتخب زود السنابل، وهي خضرة وهي صفرة، وانتم بالخضرة بعدكم راح اجيكم انا واصحاب المناجل وراح احشكم من جدركم وتنترس منكم مزابل يا مزابل. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ببرنامج صوتكم. الفيديو اللي طلع هسه وشفتوه، هذه القوات الأمنية دا تعتقل طالب بمدرسة لأنه شارك بالتظاهرات وقال رأيه. دا تعتقله من وين؟ من المدرسة، يعني طبوا للمدرسة القوات الأمنية. شفتوهم بهراواتهم بأسلحتهم بعصيهم بعدتهم الكاملة دا يعتقلون طالب. أولاً شوفوا كم المخالفات اللي مارسوها هنا. أولاً المدرسة اسمها الحرم المدرسي، والجامعة اسمها الحرم الجامعي، وكل شيء اسمه بدايته من هذين المؤسسات التعليمية الحرم. ليش؟ لأنه ممنوع حتى لو كان طالب بالقوات الأمنية يطب بسلاحه إلى هذا المكان، لأن هاي مؤسسة تعليمية. هاي رقم واحد. رقم اثنين، كان تقدرون كلش زين تنتظروا بالباب، مو تخوفون الطلاب اللي وياه حتى تجرون بوش البقية. رقم ثلاثة، وين السياق الأمني المتعارف عليه بهذا التصرف اللي طالع هسه بصف هنا؟ ينسحل سحل طالب والله شنو شارك بتظاهرة؟ الحمد لله وشكر. محمد من هولندا ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام أخويا. حاكم الشريف علي الجميع. طبعا انت حضرتك سبقتني، هو حرم جامعي. نعم. هم تكوا الارواح الناس فقتل، قتلوا الناس. مين تكون جامعة؟ مين هم هذول؟ مجرمين. نعم. على اساس اليوم طلع الكاظم يخابر استاذ الجامعة قال له انا اسف وانسحب وجهي وكله بس اعتذار. الكاظم اليوم طلع يعني مسرحية. بالنسبة لموضوعنا المقابر الجماعية، هذول ناس ابرياء. ما تقل اعتقلوهم حتى هلو ما يعرفون بيهم، حتى هاي المرقة بشوية اتصلت عنده واحد مفقود، فدول معتقلين أبرياء
هم مو بس أهل السنة حتى الشيعة. ما هو لو أنت تقول هاي الأسامة لقيتها يعني الفياض عنده تصريح قال إحنا جينا ناخذ الثأر بالنسبة لأحداث النصرية. الثأر من منو؟ فهم جايين حتى يسوون تطهير عرقي كل العراقيين. هدفهم الإنسان العراقي، قتل الإنسان العراقي، تجويع الإنسان العراقي، فهو هذا هدفهم. فهي مقابر الجماعية ناس أبرياء يعني تطلعهم حتى ما حاكمهم. تنبهم إن هم عراقيين ما لهم علاقة شيعة سنة، هم حتى المسيحيين أجروهم أخذهم. فالهدف هو الإنسان العراقي. وعصابات إيران وريشاتها مستمرة بالقتل والذبح، والعالم مصيبة، العالم يتفرج، العالم كله العربي العالمي كله يتفرج وماكو حل. فهاي كلها يسوونها يعني كل العراقيين ما لهم علاقة بالشيعة والسنة، هدفهم قتل الإنسان العراقي وتجويعه. فعلا ناشد منظمات إنسانية عالمية نتدخل، لأنه يعني في ماكو حل. معلوماتي عليكم، تحية لك أخي الكريم وعلى المشاهدين. شكرا، شكرا جزيلا لك أخ محمد. يعني المشكلة أبو علي من واسط يقول العراق يقدر ينهض بنفسه. نعم صحيح، العراق مليان خيرات ويقدر ينهض بنفسه بدون مساعدة أي أحد. يقول ممكن نستعين بهم إنه يشتغلون ويانا، مو يشغلونا عندهم. أخي أبو علي، كل دول العالم استعانت بخبرات أجنبية وجابت شركات أجنبية هي الدولة تستثمر الشركة الأجنبية. ترى الحبانية بنوها الفرنسيين، مبنى مباني كثيرة بالعراق بنوها الإنجليز والفرنسيين والسوفيت والروس وهواية. سد الموصل بني على يد شركة أجنبية، جسور، ودول العالم كذلك. دول العالم كذلك، سد العالي اللي تفتخر به مصر كان من المفترض أنه تبنيه لهم وقت الاتحاد السوفيتي، لولا أنه تكالب العالم عليها وطلع جماعة عبد الناصر قال أبني بسواعد مصرية. فمو غلط أنه الدولة تستثمر شركة أجنبية وتقولهم تعالوا قدموا لي عروض، أنا عندي هالقطعة قاع أريد أبني بها برج، أنت شو تقولين وأنت شو تقولين وأنت شو تقولين، وطوني عروض وأشوف العرض اللي فيدني. المشكلة اليوم أنه إحنا العراق عنده خيرات، بس دي يطون خيرات العراق إلى الشركات الأجنبية، مثل ما دي يصير ويا النفط. الشركة الأجنبية دي تجي مودة تستثمر لها حصة. العراق دي ينباع، دي ينباق، دي ينهب، واللي دي يدفع الثمن هو المواطن. تردونا نحكي أقوى؟ الأمريكان ليش جوي هم وذولا اللي جايين يحكمون هالشلة هاي مال حرامية؟ مو قالوا ذاك النظام عنده مقابر جماعية وعنده إبادة جماعية وعنده ما أعرف شنو أسواف، وإحنا نريد نعطيكم الديمقراطية؟ لا عاد دا سووها شنو؟ صح لو لا؟ خلونا نحكي بكل صراحة. مو هم هيك قالوا؟ السويشي من الجزائر وياي؟ سويشي حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته. نعتز بالعرفاء والأحرار من العراقيين من كل جهة طوائف، وأنا نعرف أن العراق شعب واحد. نعم حياك. ما زلنا نعز العراقيين وفي صدورنا. نعم. ولكن من نهار اللي دخل أمريكان والحكومة الرذيلة نجاح المالكي هي اللي أدت الأوضاع في العراق، والشعب العراقي أصبح في مدلة. حكومة المالكي أسوأ حكومة منها هي وأصحابه. إذا أراد الشعب أن يتحرر فليلعب شيعة سنة أكراد، يرجعوا كما كانوا. لا عزة بدون كرامة. أنتم الأحرار والرجال، لا تتكلوا على الأمم المتحدة ولا على أمريكا ولا على إيران، كونوا رجال كما كانت دولتكم في السابق. وتحياتنا إلى الشرفاء، وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله. حياك أخ سويشي، وتحية
من قناة الرافدين ومن أسرة قناة الرافدين ومن الشعب العراقي إلى شعب الجزائر وكافة أبناء الشعب الجزائري والوطن العربي ممن شارك في برنامجنا. ممتاز من رومانيا، حياك الله يا ممتاز. مساء الخير، السلام عليكم. مساء الأنوار وعليكم السلام. الله يسلمكم على القناة. بالنسبة أول شيء للزراعة والمنتوجات والتجارة والهذه، هاي كلها يدزوها الإيران والتركية ويعبوها ويغلفوها ويرجعوها على أساس هي من جاية مستوردة. هاي كلها تجارة وغسل الأموال وتجار فاسدين ضد الشعب وضد الوطن. الشيء الثاني، المقابر موجودة، مئات المقابر هاي كنا نشوفها احنا بالتلفزيون وبالطابلت وبالهذي وما حد يسأل عليها لأن الحكومة فاسدة. الشيء الثالث، من يوم من سنة 2003 لحد الآن ما سووا أي شيء. احنا كل ما هذه ونرجع لورا، العراق يرجع ينزل 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 على ما ينتهي. ليش؟ لأن الحكومة كلها مو 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 مواطن عراقي، مو أصل عراقي ويعرف شنو معنى العراقي. هاي هذا السبب. نعم. ما أدري بعد شيء والله، راحت من بالي. راحت. نعم. الله 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 يساعد الشعب والله، وإن شاء الله ينصرهم ويعطيهم الصحة والعافية. والله العظيم بس بالتسعينات كنا نمشي بالشارع من ندخل فندق أو مطعم يسألونا تعرف التمين ممين ياباني، أو والله العظيم يأخذونا تحية يوقف على رجله ويأخذنا تحية واحترمكم وما أعرف إيش ومن هذه. هسه اذا تقول له عراقي يقول لك اوه انت بلد الفاسدين وبلد الارهابيين. خجلونا، هاي الحكومه خجلتنا من يوم المالكي او قبل المالكي، ما اعرف منو كان رئيس وزراء، لحد الان خجلونا قدام كل العالم. والامريكان الجو على اساس ديمقراطي، هم اللي الجو الامريكان، مو انت حضرتك امينه قلتها بدايه البرنامج. انا مود النهب، سرقه النفط وسرقة الثورة العراقية وعمل الطائفة، حتى هم يلعبون وش نقول يحيطوا ويشخبطوا بكيفه. والحكومة قاعدة شكوا عنده راتبة والحماية والقصور مالتهم والفلوس بأمريكا وبألمانيا وبريطانيا. منين جاب هذا المالك 12 مليار دولار؟ منين جابها؟ بنوك امريكا مين جابها؟ باربع سنين او ست سنين من كان رئيس وزراء، مين جاب 12 مليار دولار؟ شقد؟ مالك وابنه 14 مليار. صدقني هذا يمكن الحساب مال بنته الصغيره. والله يجوز. انا هاي لا، هاي قبل ايش كنت حسابي؟ هاي قبل 8 سنين 10 سنين، هسه ما اعرف. الله شاهد. هذا حسابي مال قبل 10 سنين. ها؟ وريد ولو هي شغله مو متابعة للموضوع هسه حاليا. سنتين 2009 جيت للعراق، طبيت الدائره وزاره الهجره والمهاجرين، لان قالوا بالاخبار اللي يريد يرجعوا لهذه من هاي منطيهم مساعده بقاع وفلوس وما ادري شنو يبنون بيته. فرحت دائره الهجره والمهاجرين، صرت ساعدت فوق بالطابق الاول. سألت والله طلع لي واحد من الغرفة، السلام عليكم. قلت له يا ابا انا جاي من روما، اللي صار لي 18 طالع من العراق وراجع وسمعت هيك وهيك. قال لي انت متزوج؟ قلت له لا والله. قال لي اطلع برا هالشكل يا بس. وقرب للبيت وماك ورا اسبوع رجعت لرومانيا، وهاي بعدني لحد انا برومانيا. شفت يا عيني ابن الوطن شو يقول بالعراق؟ شو يقول بالعراق؟ شو يقول؟ نعم. شكرا لك اخ ممتاز. ويانا من الناصريه محمد ناشط مدني، حياك الله يا محمد. اهلا
اهلا وسهلا بك يا اخي العزيز ومشاهديكم الكرام. الحقيقه حبيت ان اوضح بعض الامور اللي تجي نائب الناصريه. نعم. وانا من ساحه الحبوبي. والنعم منك ومن اهالي الناصريه وكل من واقف بساعه حبوبي. تفضل اخوي. الله يخليك. وعندي اتصالات يعني معاكم مرات بعض الاخوان. المهم الحقيقه كل الاصوات الوطنيه سواء كانت بالناصريه او بغداد او بالموصل او بصلاح الدين او بالبصره او بالنجف في كل العراق من شماله الى جنوبه، كل الاصوات الوطنيه اللي ترفع صوتها ضد الفساد وضد الظلم وضد العملاء وضد الخونه وضد القتله وضد هاي الميليشيات هو معرض للقتل والخطف والاتهامات والدعاوى الكيديه. وهذا يعني ما جرى انا معي شخصيا يعني بعد اكثر من 10 اتهامات وسجون وكسر قدم اليسرى بقتال المتناصي الصيت وهي قضيه معروفه لعديد المتظاهرين في كل انحاء العراق. لذلك يا اخي الحقيقه الذي يجري بالناصيه هو الان اكو يعني هو الاحتلال العسكري ليس دائما ان يكون اجنبي. في بعض الاحيان يكون الاحتلال داخلي وهذا الاحتلال الداخلي اشد حتى من الاحتلال الاجنبي. لأين لأن وجوه يعني الاحتلال الأجنبي لما يحضر إلى بلدك فأكيد هو معروف ومن حقك أن ترفع السلاح بوجهه، لكن كيف هي الاحتلال الداخلي؟ وهذا الاحتلال الداخلي هو يعيش يعني يعيش داخلك ويعيش بمنطقتك ويعيش يكون جارك ويكون يعرفك ويكون، فهنا الخطورة تكون أشد. يعني أنا ما أخذ وقت، أتمنى أن يكون لديكم وقت حتى أتحدث عن بعض الأمور. الحقيقة هنا الناصرية يعني قوات عسكرية منتشرة بكل مكان، وإحنا الآن مثل ما قبل كم يوم تحدثت يعني مع أحد الأخوة بأحد الفضائيات يعني بقت قلت بأن هذه القوات الموجودة بالناصرية من الممكن أن تتجه إلى فلسطين وتحرر فلسطين من إسرائيل من المحتلين. يعني كأنما نحن الآن نعيش في سكنة عسكرية هنا في الناصرية. نعم. رغم بأن التظاهرات كل نعم أخي محمد، أنا يعني أتمنى أنه تعذرني لأنه صدقا وقت البرنامج راح يداهمني. بالنسبة إلى تساؤلاتك وما تريد توجهها لقناة الرافدين تقدر تراسلنا على أرقامنا، تقدر رقمنا موجود يمك وتتصل بينا وإحنا جاهزين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. طبعا وجهنا نقطة جوهرية أنه القوات الأمنية اللي موجودة في الناصرية اليوم وشبهها بأعداد كبيرة جدا بحيث أنه بإمكانها أنه تروح إلى فلسطين وتحررها من الاحتلال الصهيوني. رسالة واتساب ويانا، السلام عليكم أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة للجميع أستاذ. كل ما يدور بالعراق مسؤول عنه ما يسمى بالجيش العراقي الحالي، والجيش العراقي يستمد قوته من الحكومة إذا كانت قوية وإذا كانت غير ذلك، وشعر الجيش أن الحكومة ضعيفة عليه أن يأخذ دوره ويتحمل مسؤولية التغيير ويصحح مسار النظام وكل ما يدور في العراق وينهي دور الميليشيات والحشود والأحزاب الخردة اللي دمرت العراق وهي باطلة. إذا كان جيش عراقي حقيقي وإذا تعدى ذلك فإرادة الشعوب أقوى ولا تقهر. السلام عليكم. رسالة أخرى: السلام عليكم، أنا أخذكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل، لحد هسه ما نعرف عنهم شيء. ولدنا تموت بالآلاف يوميا، كل الدول نطت عفو وإحنا ما حد انطى عفو، وين وعد الكاظمي؟ والله حبة الأمهات كبيرة عد ربها. أنا زوجي مريض وأولادي صغار، شنو ذنبهم؟ ما نعرف عنهم شيء، صار لنا 4 سنوات وحرام عليهم. الله أكبر على كل ظالم، والله ملينا وإحنا نحكي يوميا موت 1000 موتة من وراء ولدنا. السلام عليكم أستاذ، أنا أبو عمار من الأنبار، إحنا نريد توصلون صوتنا إلى رئيس الوزراء ومحمد الحلبوسي على أولادنا المغيبين وين صاروا. كل ما تطلع مقبرة جماعية والله توقف قلوبنا، والله تعبنا، خلي سووها لله، والله حرام عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، ما خلولنا أي أعصاب. رسالة أخرى: المسؤولين ملاعين بالنهب والسرقة، عندما يخرجون المتظاهرين في أوروبا الجيش والشرطة وياهم ما يسمح لهم بحمل السلاح، أما خلي شبعون السياسيين من النهب، ولكن كل الخيرات إلى إيران لأن هناك مصالح وعقود يستفاد منها الفاسد. أما الحكومة العراقية هم ليسوا بعراقيين، هم خونة للوطن والشعب، أتمنى من رب العالمين يعمل بهم مثل ما فعلوا للعراقيين الأبرياء. شكرا جزيلا. رسالة أخرى تقول: عندما كنا نمشي في شوارع ألمانيا كانوا الروماني يحذروا التحية عندما يسمع أننا عراقيين، والآن يقولون هو أنت عراقي، بلد الإرهاب والفساد، حكام السيناريو جابوا الحكم منشأ عام 2003، لحد الآن هم حكام فاسدين لا دين ولا مذهب، كنا أحلى وأجمل وأرقى دولة بالعالم.
رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، صباح، عراقي من ألمانيا. حينما كنت في الأول المتوسط كان عندنا طلاب من أريتريا يدرسون معنا، سكن وراتب، وهذا هو العراق. كنت في مركز التدريب المهني للعجلات، كانت تأتي إلى المركز فيديوهات فلسطين في دورات تدريب، هذا هو العراق. في الكويت سألت والدي ما هذه الشاحنات، قال تحمل تمر معفن يصدر إلى نيوزيلندا ليصنعوا منه الكحول. كل كان العراق عظيم بلد الخيرات، لا يرضى باستقبال أي شيء فاسد، أما اليوم كل شيء فاسد يدخل إلى البلد. تحياتي لكم واحترامي للجميع. رسالة أخرى تقول: بعد التحية، شيء طبيعي أن يحصل ما يحصل في العراق، هذه الأوغاد الأمنية أن تدخل بأسلحتها الحرم الجامعي لأجل طالب واحد، لأنها تشعر بالخوف، ومن نفس الطينة الموجودة أكثرها في داخل الجامعة التي تمنح شهادات مزورة، وتخرج منها خريجون لا يفهمون شيء، ونجحوا بتهديد الأساتذة، وكانوا ينقطعون أشهر عن الدوام بغطاء الحشد الشعبي. هل هذه الأشكال تملك ثقافة احترام الحرم الجامعي ومن يقودهم مقتدى ورئيس وزرائهم المالكي والكاظمي وأبو الفقاعات الطائفية؟ مشاهدين الكرام، الشعب العراقي يعاني الأمرين، الشعب العراقي اليوم يعاني الأمرين نتيجة عدم فهم اللي يقولون على أنفسهم سياسيين شنو معنى كلمة سياسة، هي هاي النقطة الجوهرية، وما يعرفون معنى الوطنية لأنهم عملاء بالكامل ويعترفون هم بهذا الشيء. لكن الجواب الأول والأخير ما راح يكون يمهم، يمكم أنتم يا الشعب. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. باكر، في أمان الله.